المشكله لما الاهلي يطلب حكام اجانب، طالما حاجه موجوده في اللائحه، بند موجود في اللائحه ان يحق لاي نادي ان هو يطلب حكام اجانب بس يتكفل بكل مصاريف الحكام. النادي الاهلي اعلن ان هو ما عندوش مشكله ان هو يتكفل بالمصاريف، وبالتالي هو عايز حكام اجانب لان هو شايف في اخطاء مبالغ فيها واخطاء بتاثر على النادي الاهلي في مسيرته، وحاجات كلها واضحه، يعني الموضوع مش محتاج نقاش، وهنعرض برضو لحضراتكم حاجات كتير جدا جدا اكيد جمهور النادي الاهلي متذكرها بشكل كبير قوي. فانا بصراحه برضه يا محمد وعايزك تتناقش معايا في الجزئيه دي، ما عجبنيش امبارح تصريحات احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه والعنجهيه اللي هو بيتكلم بيها، بيقول لك انا ما قريتش بيان النادي الاهلي. ايه البيان اللي انت بتقول لي عليه ده؟ في احد المداخلات في احدى القنوات التلفزيونيه قال له كويس انت بتقول لي البيان دلوقتي عشان ما اعرفش عنه حاجه. لا، لازم تكون عارف لما نادي كبير، اكبر نادي عندك في مصر واكبر نادي في الشرق الاوسط ونادي موجود في مصاف الانديه العالميه، لازم تكون مهتم بكل حرف، مش كلمه، بكل حرف يطلع عن النادي الاهلي. ما تتعاملش بعنجهيه، انت كده مش جامد يعني. من الاخر لازم تكون على قد المكان اللي انت متواجد فيه، ده رقم واحد. رقم اتنين، اي حاجه تطلع من النادي الاهلي لازم تكون متابعها. وما انت شغلتك ايه؟ انت موجود هنا ليه؟ عشان تتكلم بعنجهيه وتتمنظر؟ ده كلام غير مطلوب ومش هيمشي مع النادي الاهلي اطلاقا. الكلام ده مش هيمشي مع النادي الاهلي اطلاقا. فانا مستغرب بصراحه. المفروض الناس في اتحاد الكره لما الاهلي يطلع بيان يدرسوا البيان ده، يشوفوا حقوق النادي الاهلي ايه طبقا للوائح. الاهلي ما بيتكلمش في حاجه مش موجوده في لوائح. الاهلي عايز حكام اجانب، اديله يا عم الحكام الاجانب، خصوصا ان هو عنده حق في كده، خصوصا ان هو بيتعرض لاخطاء كتير جدا جدا بتاثر على مسيرته في الدوري، ودي حاجه كلنا لامسينها.